مدينة فنانتين مغربيتين شعلت النجمة ديالهم في الغناء. هذا ما كانش محل صدفة، ولكن كل أغانيهم كانت إعادة لأغاني كان لها سوكسي في الجزائر، وهي أغاني رايوية 100% لمغنيين شباب جزائريين، بداية بالفنان حسام وثانيها كذلك الفنان بن شنات. الأغاني هذه اللي كانت لهم سوكسي نسبوها إلى اسمهم، وكانت نسبة المشاهدة ديالهم عالية على اليوتيوب. خلونا مع بعض نسمعوا آخر أغنية لهم اللي كانت تأخذ عنوان سينما النكستخي منها، ونعود نرجعوا باش نعلقوا على الأغنية وكذلك الكلمات المستوحاة من أغنية جزائرية 100%. إذا كانت هذه الأغنية تاع سديمة الثنائي البنتين بعد ما كان السرحاني أو حتى للقب بالسرقاني، المسلسل أكمل إلى هذا البنتين اللي أخذوا أغنية الشاب حسام اللي كان ليها سوكسي كبير سنة 2012. وهذا ما كانش واحد سميع أغنية راي ما يعرفش أغنية أنا نعشق أنا ندلق. هل أخذوا الإذن من صاحب الأغنية اللي هو شاب حسام، ولا كانت المبادرة من عندهم أنه يديروا سوكسي بأغاني رايوية جزائرية قديمة وحتى جديدة باش يعطوا اسم إلى روحهم؟ احنا نقولوا من منبر هاشتاغ ماجازين أنه خلوا ليكم طابع، مع أنه المغرب ككل عندها طابع موسيقي متنوع كذلك مثل الجزائر، خلي ليكم أنه الاختيار يكون على الأغاني وحتى الألحان تأخذ الطابع المغربي، وليس كل مرة يقعد سرقة الأغاني تستمر في الأغاني القديمة وحتى الجديدة. هذا المسلسل إن شاء الله يوقف ويوضع عليه حد، كل الفنانين اللي عندهم حقوق تأليف على الأغاني ديالهم، ولا حتى ما يسمحوش أنه الأغاني ديالهم تأخذ سوكسي أكثر من ما أخذت عليها صاحب هذا الأغنية. وإذا كانوا يعودوها إعجابا بأغانينا فلابد الإشارة إلى الأمانة الفنية لكل ما يؤخذ ويعود.